تحديد ذلك العلاقة بين مختلف هذه التنظيمات. تعتبر التنظيمات الموازية أندية داخلية للجمعية تسهر على تنفيذ وبرمجة برامج وأهداف الجمعية، وتتكون من مؤقتين ومنخرطين. على جميع أعضاء مكتب الجمعية ومنخرطها احترام النظام الداخلي إذا ما استمرارية أنشطة الجمعية في جو خالي من الشوائب والمعيقات. لا يعدل ولا يلغى هذا القانون إلا بقانون آخر يصدق عليه أعضاء المكتب الأغلبية. يجب على كل عضو احترام مواعيد الاجتماعات والالتزام بجدول الأعمال في نطاق